نحن هون لجنة شؤون الطلاب في معهد الدراسيين فرع الأكاديمي باشرنا بالتسجيل للعام الدراسي 2016-2017 وفق المفاضلة اللي أجتنا من الوزارة. عندنا هون في المعهد نحن قسم اللغة العربية، قسم اللغة الفرنسية، قسم اللغة الإنجليزية بالنسبة قسم علم صف، وعندنا الرياضيات، والسنة افتتحنا علم فرع جديد اللي هو علوم عامة. عندنا نحن مفاضلة للطلاب وقبلنا جميع الإشهادات اللي من عند كان عند الحكومة المؤقتة أو كان عند النظام وفق المفاضلات، وعندنا أفضليات. نحن في عندنا باشرنا اليوم منذ البارحة باشرنا بالتسجيل، وقبل اليوم عم نستكمل عندنا التسجيل اللي هم كل طالب يتقدم للتسجيل أول شيء يكون معه صورة عن الشهادة السنوية، عندنا أربع صور شخصية طلب انتساب، عندنا زائد إخراج خيط أو صورة عن الهوية بالإضافة إلى رزقتك 24 سنة. كنت تحت 25 سنة؟